واش الآباء والأولياء فعلا كيستافدوا من خدمات هذه المؤسسات الخصوصية؟ قسمنا نخدم فيه. شوفوا شوفوا شوفوا، دخلنا عليك بالله، هذا قسم. كنا كنعرفوا مشكل التعليم في المغرب. في بداية الألفية الحالية كانت تعداد المؤسسات الخصوصية تقريبا 500 مؤسسة خاصة كتسهر على التربية والتعليم في مختلف المستويات. حاليا 5800 مؤسسة. بسبب الظروف اللي عايشها البلاد، من بين أول إجراءات الحكومية للسيطرة على فيروس كورونا هي إغلاق أسوار المؤسسات التعليمية حفاظا على الأرواح المغربية، وهذا خلق مشكل أرباب المؤسسات الخصوصية ووضعهم في موقع حرج، حيث المدخول ديالهم كيعتمد على دوك التلاميذ بداتهم يحضروا بشكل يومي داخل الفصل. قبل ما نكمل، سميتي أيوب سامع، أستاذ في القطاع العمومي، والمعلومات والقصص اللي نعود لكم هي حقيقية وكيف تيقولوا من وسط العصيدة. في 8 يونيو من هذه السنة قامت الأكاديمية الرباط بوساطة بين الجمعية المهنية للتعليم الخصوصي أو المستثمرين وصحاب الشكاير كيف نعيطوا لهم اليوم، وبين جمعية آباء وأولياء التلاميذ. نحاول نجاوبوا في هذا الفيديو على شنو كان أصل مصدر الخلاف بين هالطرفين، واش الآباء والأولياء فعلا كيستافدوا من خدمات هذه المؤسسات الخصوصية، وشنو يمكن لي ندير أنا ككليان إلا ما اقتنعتش بالسيرفيس ديال هذه المؤسسات. أصل المشكل بدا منين امتنعت بعض الأسر من أداء الواجب الشهري، وزعمات هاد العائلات أن بما أن وليداتهم ما تيقراوش في المؤسسات إذا ما حقهم ما يخلصوش، وبحكم أن التزمت هاد الأخيرة في بداية السنة الدراسية بالتأدية في رأس كل شهر، إدارة المؤسسات ما تنازلاتش وطالبت العائلات بأداء الواجب الشهري ووصلت للتهديد بالمتابعة القضائية، وتيزعموا أنهم تبدلوا مجهود لتقديم خدماتهم من بعد وولادهم ما غيضيعوش. تطرد عليهم جمعية الآباء وكطالب أرباب المؤسسات بخصم 50% من الشهرية كحل وسط، مقسموا الصبر زعما، وإعفاء بشكل كلي للأسر اللي ما نقولوش المعوزة ولكن المتضررة من جائحة كورونا كأصحاب المقاهي والمطاعم والحلاقة والمحامين إلى غير ذلك. لكن أصحاب جيوب الكبار وضحوا مزيان النوايا ديالهم وما بغاوش يتنازلوا على شهرية ديال 3 شهور لجزء من الكليان ديالهم، وتنظن هكا تيكونوا قطعوا الورقة وما تعاملوش مع الكليان. وهنا تيبان أن أرباب المدارس الخصوصية تظنوا أنهم تتفاوضوا مع الكديان بموضع قوة، وعارفين أن الوزارة والأكاديمية تأيدوهم ومعاهم في الخط، حيث أصلا هذه هي السياسة اللي غادية بها البلد وهي خصصة التعليم العمومي. ولكن هل اللي ما عارفينش هاد الأرباب؟ الكليان إتنغوا تواضع وشد الحبل من الوسط، نزل الطابلة وما تضيعش كليان اللي ممكن يرجع عندك العام الجاي ويستفد من السيرفيس اللي كتقدم ليه. وهنا غادي نحطو نقطة ونرجعو السطر ونجبدو دوسي على قدو، كيف دير هاد السيرفيس ديال المدارس الخصوصيه بالمقارنه مع الحكوميه؟ وهنا تصمت معايا مزيان وخليك معايا، الا خاص كويز القهوه دير بوزه تلقاني هنا مازال كنتسناك. المحتوى الدراسي بحال بالنسبه للقطاعين، باستثناء المستوى الاولي اللي كيعتمدوا على المقرر الفرنسي واللغه القديمه المستعمره. اذا باش نقولوا واش يخرج ولدي قاري في الخصوصي احسن من الا قريته في العمومي، راه ما كايناش. والدليل أن أعلى معدلات البكالوريا غالبا إلى ما قلناش دائما راها من نصيب التلاميذ العمومي. إذن كيفاش كيديروا هاد المدارس باش يعنوا ويتفاخروا بنسب النجاح الكبيرة؟ الحل ساهل وبسيط، في جوج خطوات وهنا نركز على البكالوريا بالضبط. سالي المقرر بكري وحفظ دشيت أو دف التلاميذ بشكل واضح. سالي المقرر غالبا في الدورة الأولى أو بداية الدورة الثانية. عطي الأساسيات بعجالة، المواد الغير الأساسية بلا ما يضيعوا فيها التلاميذ الوقت عطيهم نقطة مفرقعة فيهم وزيد في سوايع المواد الأساسية، وحفظ تلاميذ المحادث إلى آخر سنة بما أن المحادث كتعود بنفس الصيغة، وهكذا التلميذ تيخرج حافظ دوال ديال كل دورة عادية واستدراكية لكل سنة في 10 سنوات الأخيرين. النقطة الثانية، الأساتذة ومؤطرين، مع احترامي للأسرة التعليمية اللي أنا بداتي كنتمي ليها، واش الآباء والأولياء فعلا كيستافدوا من خدمات هذه المؤسسات الخصوصية؟ واخا سمحوا لي هنا نعاود لكم القصة والتجربة ديالي نيت مع الخصوصي. خدمت في مؤسسة فرنسية ميسيون في الرباط في سنة 2014 مباشرة من مورا ما خديت الإجازة كاحتياطي لمدة شهر بيد ما جات الأستاذة الرئيسية من بلادها فرنسا. خدمت غير حيت تحتاجوني وحلو في قسم ما لقوش ليه أستاذ. خدمت بلا تأطير بلا فورماسيون بلا متابعة، والصراحة حتى الفرنسية ما كانت قنهاش، وتنقري أطفال اللي مع والديهم تيهضروا غير بالفرنسي بلا ما نعاود لكم اللي صحوا ليا لو كخطاب لو أنا قلت لك أخطاب. من بعد سنتين خدمت في ستاج مخلص في مؤسسة مغربية كبيرة ومعروفة في الرباط، فين تيقراو ولاد مسؤولين معروفين في الرباط. قريت بدون فورماسيون تأطير شوية بلا ديبلوم تيسمح لي نمارس المهنة، وكانوا معايا بزاف د الشباب اللي عمرهم شافوا القسم من جهة السبورة، وخدامين في مؤسسة للعائلات تتخلص زبابة الفلوس على ولادها
وماشي مؤسسه عاديه ديال عدي وصافي، ولكن ولات شخصيه كبيره ومعروفه في البلاد تيقراو تما، ومع ذلك خدامين اساتذه واطر بدون ادنى معرفه وتدريب على البيداغوجيه وديتاكتيك الماده، مع العلم انهم تيخدموا ايضا اطر اخرى محنكه اصلا خدامه في القطاع العام. إذن وبسبب الأطر العاملة في القطاع العمومي اللي تيكونوا نجحوا في مختلف الاختبارات ودوزوا دي فورماسيون تكوين مستمر وتأطير المفتشين وزيد وزيد وزيد، مستوى القطاع الخاص أيكون في نفس المستوى القطاع العام. إلا ما كانش كفس بسبب الارتجالية في اتخاذ قرارات، من سيغلق ثغرة الأقسام بدون أستاذ تيعرف أش كيدير؟ أش كنستنتجو هنا؟ أن نفس أطر القطاع العام تيخدموا في القطاع الخاص كأساسيين، والبلايص اللي ما لقاوش باش يغطيوهم تيخدموا من ولا بحالي ملي عمروا بيا اقسام ما نصحش نقريهم. ومع كل احترامي للاطر، ولكن انا عشت تجربه بذاتي ما عاودوش ليا. الوغ شنو ممكن ليا ندير انا ككليان عند هاد المؤسسات الا ما اقتنعش بالسيرفيس ديال هاد الناس؟ وهنا غنكون وزنا النقطه الثالثه واللي معروفه بيوزر اكسبيريانس، او مدى رضا الكليان بالسيرفيس المقدم لهم. بحال الا شريتي شي برودوي من الانترنت ويلا وصلك بشكل مغاير على اللي وعدك به البائع، تيكون عندك الحق تبدلو ولا يرجع لك جزء او فلوسك كامله. اذا ولا اعتبرنا نفس المقررات تقراو ونفس الاطور تاثروا وليداتنا في القطاعين بجوج، اذا شنو انا كنخلص كمواطن وككليان؟ شنو كناخذ في مقابل فلوسي من سيرفيس؟ كنظن كاين جوج حوايج، الامان والماتيريال. نهضروا على الامان اللي فيه مراقبه التلميذ ومصاحبه ولي الامر واخباره بمستجدات كل تلميذ على حده. نعم صراحة كاين امان داخل المؤسسات التعليمية الخاصة، ومن اكسبيريونس شخصية جراو عليا من ديك المؤسسة السابقة فقط حيت تحركت من البوست ديالي في استراحة لمراقبة التلاميذ في الساحة. ولا تغيب استاذ معين تيعوضو استاذ عنده بيرمانونس اللي كيتخلص على دوك السوايع اللي يخدم فيهم ولا لا، المهم ديما كاين بيرمانونس. اذا المؤسسات ما تيخرجوش التلاميذ الزنقة وتبقاو طيلة المدة داخل المؤسسات تحت المراقبة والتأطير، وهذه حاجة مزيانة، وغالبا تيخلو الاباء على اطلاع دائم مستوى وليداتهم الا كانوا اصلا كيهتموا، وهذه ميزة ضعيفة بزاف في القطاع العام. ولكن في الوجه الآخر هاد القصة ديالي ملي جراو عليا كنت تحركت من البوست إيه، وساطعات في نفس الوقت تلميذة من إدخال سيجارة ولا كارو عن طريق غريب من بين سياج المؤسسة. وهنا فين كاينة النقطة الثانية ديال الوجه الآخر، المؤسسات الخصوصية. الوالدين تيعطيو وليداتهم الفلوس، والبعض منهم تيتبلى بالكارو ومخدرات ظنا أنها كول ولا لاموط. وبغياب المراقبة الأبوية شفنا حالات تبلات خارج المؤسسة، وإلا لقاو الغفلة تدخل حتى لداخل الأسوار. إذن واش كاين فعلا الأمان؟ جاوبوني في الكومنتير الله يخليكم. وبصفة عامة الماتيريال الصبورات والمقاعد والأساسيات من خلال تجربتي المتواضعة كاينين، وترونسبور والتجهيزات الريادية متوفرة الحمد لله. ولكن واش ما يمكنش نحسنوا مستوى المؤسسات الحكومية ونجعلوا القطاع العام أكثر جاذبية وأكثر استقطابا للتلاميذ من كل فئات المجتمع؟ هذه الورقة الرابحة اللي خاص العائلات في هذه الفترة تلعب بها وتفاوض بها. يهددوا بهجرة جماعية للقطاع العمومي، وبلاص ما يخلصوا على ولادهم في الخصوصي باش يحضروا ماتيريال مزيان، يعاونوا جمعيات الاباء بجزء صغير ويوفروا اساسيات داخل المؤسسه، يعاونوا باش انستاليو كاميرات المراقبه للحمايه، يخلصوا الترونسبور وينقصوا العباله اوصل المعوزه. اما الدوله بلا ما تعتمدوا عليها دير كل شيء، حيت اصلا دايره كل شيء فيها. وهكذا ضغطوا على ارباب المدارس للتفاوض وينزلوا للطاوله. هاي وصلتي لنهاية الفيديو، تسنى عفاك قبل ما تخرج، بغيتي ناخذ شوية من وقتك ونقول لك شكرا، كنحييك على وقتك وكنشكرك على تخصيص جزء من نهارك تسمع ليا حتى الاخر. هادشي اللي كندير كياخذ ليا الوقت بزاف، وقلت النعاس من البحث والكتابة والتصوير والمونتاج، إذا ما تصورش شحال تيعني ليا التشجيعات ديالك. إلا عجبك الفيديو بصح وخرجتي مستافد شي حاجة، ما تحشمش وبرك على البوطونات جيم، وإلا ما عجبكش برك على بوطونات جيم با جوج مرات غير باش تتأكد، وقول لي في لي كومونتير السبب علاش. الهدف من هاد القناة بحث فيديوهات تمتعوا بهم وتستافد شي معلومة، بعض المرات تنعاود قصص مصورة ومحادثات مسلية. إلا كنت قنعتك وبغيتي تشوف فيديوهات أكثر، غنخلي لك بلاي ليست هنا في الجنب، ودير أبوني وصلك الجديد. ومع كل هذا أخوتي نتمنى لك نهار ممتع وتهلا ليا في الميمار.